يقول السائل: ما هي السمسرة الموجودة في التجارة؟ أو ما معنى السمسرة الموجودة في التجارة؟ السمسرة الدلال اللي يتوسط بين البائع والمشتري، الذي يتوسط بين البائع والمشتري هو السمسار، يسمى الدلال، هذا هو السمسار الواسطة. يقول: وما رأي فضيلتكم فيها؟ لا بأس، إذا لم تتضمن الكذب والغش فإنها لا بأس السمسرة، لأن الناس يحتاجون إليها، لا بأس أن الإنسان يشتغل سمسارا بين الباعة والمشترين، بشرط أنه ما يغش ولا يكذب ولا يأخذ شيء من حقوق الناس ولا يبيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، ما يقول للي جاءوا معهم سلع تعالوا أعطوني إياها بيعها لكم أنتم ما تعرفون، ما يجوز هذا، خليهم هم يبيعون علشان الناس وأهل السوق يستفيدون من رخصها ومن، إلا إذا قصدوه هم وقالوا: يا فلان بع لنا هذه السلع، إذا قصدوه هم وأعطوها إياه لا بأس يكون سمسارا لهم، أما أنه يروح لهم يقول: أنا بصير سمسار لكم أنتم ما تعرفون السوق، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبع حاضر لباد. قيل لابن عباس أو لراوي الحديث: وما معناه؟ قال: لا يكون له سمسارا،